ومنذ الدقائق الأولى لفتح أبواب مراكز الاقتراع أقبل الناخبون بكثافة على مراكز الاقتراع في جولة الإعادة للإدلاء بأصواتهم واختيار ممثليهم في المجلسين النيابي والبلدي، ما يؤكد على وعي الناخبين وإيمانهم المطلق بأهمية المشاركة لرسم مستقبل أفضل للبحرين. منذ ساعات الصباح الأولى في مشهد وطني يعبر عن حب البحرين، توافد الناخبون على مراكز الاقتراع بشكل لافت، ما يعكس اهتمام المواطنين بضرورة القيام بدورهم في صياغة ورسم مستقبل البحرين. تكاتف الشعب مع القيادة الرشيدة ومحبتهم حق بعض ورفع مستوى التوعية الاجتماعية في مملكة البحرين، وندل هذا الشيء اللي أنا أقوله يدل على الجماهير رجال ونساء عند مكاتب الاقتراع، وأنا أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكلل هذا العرس الديمقراطي الذي أهداه لنا جلالة الملك حفظه الله وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد أدامهم الله ظخرا وسندا للبحرين وشعبها. هذه هدية ما يفرط فيها المواطن أي إن كان، واجب وطني علينا، ويعني عشان ننمي العملية الانتخابية وننجحها، وهذه طبعا تحظل قيادتنا الرشيدة، وهذه واجب في الأول والأخير. يعني أنا شاركت اليوم عشان حق بلدنا عشان تزدهر، لأن شاركت في الجولة الأولى فالحين قاعد أشارك في جولة ثانية، وإن شاء الله نبي الازدهار والتقدم إن شاء الله أفضل. صنع المستقبل بات الهدف الأول لدى كل ناخب، ما يؤكد على وعيه الكامل بأهمية مشاركته في العملية الانتخابية. المواطن البحريني عنده وعي كبير بأن يشارك بأن يحقق اللي يبغيه، وإن شاء الله نتمنى من رب العالمين أن هذين المرشحين يعطون اللي احنا نبيه، وهم كفؤين على هالشيء. عن المرة الثانية اللي شارك فيها، شاركت في المرة الثانية أو يعني الناس الأغلب هم اللي شاركت في المرة الثانية عشان يكون مستقبل أفضل، وإحنا كشباب لازم يكون لنا بصمة في يعني في المشاركة في الانتخابات، لازم يكون لنا وجود، فعشان تغيير أفضل مستقبل أفضل إن شاء الله صوتنا يوصل، يعني فنوجه للشباب. طبعا مشاركتي في الجولة الأولى في الجولة الثانية، كلنا نتطلع كبحرينيين نتطلع ل من يمثلنا في المجلس وينقل صورتنا، نتطلع لحياة أفضل إن شاء الله في ظل قيادتنا الرشيدة. دائما احنا متفائلين في المجلس وفي الناس اللي تمثلنا. هذا التوافد على مراكز الاقتراع يعطي دلالة واضحة على اهتمام كل بحريني بدوره في المساهمة بوضع لبنة جديدة تضاف إلى تجربة مملكة البحرين الرائدة في المجال السياسي. في يوم الحسم شهدت مراكز الاقتراع توافد شعبي لافت، ما يؤكد على وعي الناخب البحريني ورغبته في رسم مستقبل أفضل لهذا الوطن الغالي. حول الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.